وايضا بمساحه جديده حنحكي فيها عن مشكله بيعاني منها معظم الاهالي، يعني معظم الاهالي نرمي ان كان عند الاطفال الصغار او حتى بعمر المراهقه، فرط النشاط او الحركه الزايده بالبيت على كن وقعود وخلص وترك وحاج نضيق للنهار، هيك القصه يعني. ولكن هي القصه ما يعني ما نجاي من فراغ، في منشا نفسي لهي القصه وممكن اليوم تتفسر على انها اضطراب. اليوم حنحكي عن فرط النشاط الزايد عند الاطفال وحتى عند المراهقين. يوم تسمعي بأنه المراهق عنده فرط نشاط؟ إيه، وأنا بعرف حالات بيتغيروا، يعني بيكونوا بالطفولة شيء بس يكبروا بيقلبوا لشخصية تانية، بيقولوا بيقلب كله عقل. يعني في أمل اليوم هذا الطفل الكتير نشط وكتير شقي أنه يصير يعني حدا تاني؟ ممكن كتير. طيب هدول معلومات وغيرهم حنتعرف عليها مع ضيفنا لليوم الدكتور أنس دالي، أخصائي أمراض نفسية، وخاصة أنه نحن حاليا ضمن شهر أكتوبر وهو شهر أيضا التوعية باضطراب نقص الانتباه. يسعد صباحك حكيم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. خلينا بالبداية نعرف اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه. تماما، هو اضطراب من يعني احد ابرز الاضطرابات اللي بتكون عند الاطفال، يسمى اضطراب نمائي عصبي من سلسله اضطرابات. شو المقصود فيها؟ انه غالبا بيظهر بالسنين الاولى للعمر، هي المرحله اللي بيكون فيها الطفل عم تتطور يعني مهامه، عم تتطور قدراته، عم تتطور قدرته على التعلم. هلا الاعراض او الحاله العرضيه بتندرج تحت عنوانين اساسيين اللي هن نقص الانتباه، في مشكله بالانتباه، في وظيفه الانتباه يعني فيها خلل دائم، قدره الطفل لمحافظته على الانتباه، او النمط الثاني او خلينا نقول القسم الثاني هو فرط النشاط. طبعا فرط النشاط هون لابد انه يكون له دلاله مرضيه، بقصد يعني فرط النشاط المبالغ فيه، لانه فرط النشاط ما بتعرفوا هي سمه عامه عند الاطفال وممكن تختلف من طفل لطفل. قد ياتي كل نمط لوحده، يعني اما نقص انتباه اعراض مجرده بضمن نقص الانتباه، او اعراض ضمن فرط النشاط، او هناك ما يسمى النمط المشترك، بيكون في عندنا نقص بالانتباه يعني خلل بوظيفه الانتباه وفرط نشاط ايضا. حكينا احد الاعراض هو انه نحن اليوم الطفل بيكون عنده عدم تركيز وغير منتبه لكل القصص اللي حواليه. خلينا نحكي كمان اعراض ثانيه كمان كل حدا اليوم عم يشوفنا يركز عليها اذا كان عنده هذا النموذج ضمن بيته. يعني تمام، ما ذكرنا هلا نحن العناوين الرئيسيه هي عناوين واضحه، ولكن التفاصيل ربما هي اللي بتشير لشيء مرضي او حاله مرضيه. يعني وقت تقول نقص الانتباه ما له هذا النقص الانتباه العابر، لا هو شيء اعمق من هيك. يعني ملاحظ الطفل مثلا اكاديميا في صعوبات كثير شديده، اثناء الكتابه قد يكتب سطر واحد مثلا ويغفل بقيه الاسطر، 7 سطور او 9 سطور. ليه؟ يسهل وظيفه الانتباه، هي تعريف الانتباه او وظيفه الانتباه والتركيز، وهي هي القدره على تلقي منبه والمحافظه على التفاعل معه. يعني شخص سالته سؤال انا عد من 1 للـ10 انتبه لي للسؤال، فهو بلش بـ1 2. التركيز هو انه يحافظ على الاجابه على السؤال لانه الاجابه طويله، فاللي بيفقد هاي الوظيفه ممكن يجاوبني 1 2 بعدين خلص يتشتت بمنبه خارجي تماما تماما، ما حافظ على تركيزه اتجاه السؤال يلي مضى عليه شي ثانيه او ثانيتين او 3 ثواني، خلص انتقل لمشتت ثاني. وبالمقابل هو بيتاثر باي شيء ممكن يشوفه امامه، ممكن يتاثر بصوره شافها امامه، التشتت عنده سهل، فهو نسي السؤال ونسي الاجابه ونسي العمليه اللي كان عم بيقوم فيها. بنلاحظ اكاديميا اكثر شيء يبرز بفتره سن المدرسه، بنلاقي الطفل بيضيع اغراضه الخاصه، تضييع مفرط، يعني ما عم بحكي عن الشيء الطبيعي اللي ممكن يكون عند الاطفال، فعلا اول شيء بينسى هو شو حجم الاغراض اللي كانت معه، ما بيركز فيها، ما بيركز بطبيعه الاغراض اللي اخذها، وثاني شيء ممكن يضيعها بشكل كثير ملفت، مثل ما ذكرنا التشتت بالمنبه الخارجي كثير بيكون شديد، غالبا يجيب على بدايه السؤال، يعني يسال سؤال فياخذ اول كلمتين او اول مقطعين، بيحاول يبادر بالاجابه بعدين ممكن يترك السؤال او ينساه، لا ينتبه ابدا للتفاصيل الدقيقه، يعني ربما مثلا حطيت مثلا شيء معين موجود على مائده او علبه فيها عده اغراض مثلا، لا يعير الانتباه للتفاصيل الدقيقه، لا يمكن يتذكر بعد دقيقه او دقيقتين شو كان فيها بالضبط، ممكن يذكر غرض او غرضين. فسمه نقص الانتباه هي سمه يعني بتكون طاغيه جدا جدا عليه، وبتكون يعني يسهل تشتيته بالمنبهات الخارجيه وعدم القدره على المحافظه حتى بالجهود اللي ممكن تتطلب شوي تركيز ذهني مضاعف يهرب من الطفل. اي شيء بده نوع من التركيز المضاعف، كتابه وظيفه او حتى نشاطات نفترض لها علاقه بالعاب كمبيوتر او العاب موبايل او العاب، يعرف حاله انه ما راح يقدر يسيطر، ممكن يتهرب منها وما يستمر فيها. بالنسبه لشق فرط النشاط هون كمان بتكون مثل ما ذكرنا، هو العرض قد يبدو واضح ولكن بتكون الاعراض طاغيه، يعني نقصد حركه مستمره دون اي ضابط باي بيئه كانت، يعني الطفل حتى لو كان عنده نمط من انماط فرط النشاط ممكن يضبط بالبيئات الغريبه، عند وجود ضيف، عند وجود زائر غريب، بالمدرسه نوعا ما يضبط اكثر من المنزل، عند زياره يضبط، لا يضبط ابدا. في سمه دائما يقول عنه كما انه مدفوع بمحرك، هيك تستخدم بمعايير الاضطراب، وكانه في محرك عم بيعمله عم بيخليه يدفعه للحركه بشكل مفرط. حتى حالة فرط النشاط
بتعمل له نوع من الاندفاعيه بالسلوك، يعني ممكن يعرض حاله احيانا للمخاطر، يقفز بشكل يعني غير يعني لا ينتبه لحاله انه وين عم يقفز، وين الحفه خطره او لا، دائما في نوع من السلوك الاندفاعي. علاقته مع الاقران مثلا، لنفترض باللعب التفاعلي بتلاقي اخذ دور زميله، شاف غرض بايد زميله ممكن يجي ياخده، مو كاضطراب سلوك، وانما هو نتيجه الاندفاعيه اللي عنده. ما في نوع من الفرمله على السلوكيات اللي بتكون موجوده. مثلا بتلاقي حتى فرط النشاط قد يشمل انه تصرفات غير مناسبه للمكان، ممكن يقوم مثلا يتسلق مثلا على الطاوله او يطلع على الطاوله لفوق وهو ضمن المدرسه. كيف بنميز بين فرط النشاط وبين الشقاوه؟ ولا لا هي كلها فرط نشاط؟ لا يعني ما في اكيد تميز، هي مثل ما قلنا نقص الانتباه وفرط النشاط هي سمات عابره ممكن تكون موجوده عند اي طفل. ولكن شو الفرق؟ الفرق اول شيء بالحده ويعني المده الزمنيه، حدتها يعني بتكون الحده نوعا ما تضبط، يعني بقصد اذا نقص الانتباه، اذا الطفل يعني خلينا نقول كسه في الاهتمام تجاهه ممكن انه تضبط هي الحاله الاكاديميه. فرط النشاط اذا مثلا تم تنبيهه او ضبطه او احيانا يعني توجيه اللوم له ممكن ينضبط. تمام، هي نقطه يعني. فاذا الشده بتكون خفيفه تضبط بمرحله ما. النقطه الثانيه السير السريري، اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط يحمل سير سريري مستمر زمنيا، يعني لا ما له متفاوت. بينما بنلاحظ فرط النشاط الطبيعي او نقص الانتباه اللي بيكون عند الاطفال يختلف باختلاف المرحله العمريه، يعني ممكن يجي بيعمل نفترض 4 سنوات ولكن مع دخول المدرسه بنلاقي اختلفت المعايير. فاذا الاضطراب بتكون اعراض شديده والمده الزمنيه مستمره بشكل حتى كبير. حكيم يعني اليوم عم نحكي بين الشقاوه وبين الفرط النشاط، يمكن الطفل الشقي اذا يعني ضغطت شوي او خلص قاعد تماما يعني. هي تماما. اما اللي عنده فرط نشاط حتى لو قاعد بتلاقيه يعني عم يعمل شيء، عم يهز رجليه، عم يهز ايديه، يعني السلوك الاندفاعي شيء دافع داخلي ما بيقدر. مثل هذا الالون، هذا الزنبره تماما، هو يقال انه الضبط عباره مدفوع بمحرك، يعني هيك المعايير هيك مترجمه طبيا. خلينا نحكي عن هذا الطفل يلي هو بنصر البريء يعني. هنحكي عن المحيط اليوم، كيف المحيط لازم يتعامل مع هذا الطفل؟ وهلا نحن ذكرنا بس كرمال ناكد المعلومه، هي فينا نعتبره انه مرض من الولاده او ممكن يكون مكتسب، يعني تفاعل المجتمع حواليه. الفرضيات يعني كثيره بهذا الاضطراب. الفرضيه البيولوجيه تعززت، نقصد الفرضيه البيولوجيه في عامل بالاساس استعداد بيولوجي، استعداد ببنيه الدماغ بتأهب هذا الطفل لينصاب بفرط النشاط. فالفرضية البيولوجية هي قائمة وبشدة حاليا. حتى الخط الأول بالعلاج هو العلاج الدوائي، يعني الفرضية الأوسع هي أنه خلل بالنواقل العصبية المسؤولة عن المحافظة على التركيز والانتباه، خلل بالنواقل العصبية المسؤولة عن نوع من الضبط والفرملة وإعطاء الأولويات. يعني نحن كلنا بحال من الأحوال عم نتعامل مع كذا منبه، نحن ضمن المقابلة هون ربما في عدة منبهات، فأنت كإعلامية أو مقدمة مضطرة توجهي انتباهك لشيء محدد مثلا للضيف أو للكنترول أو كذا أو إلى آخره، ما فيك تشتتي حالك بأكثر من هيك. فأنت عندك قدرة على الضبط أو الفرملة، فهي الوظيفة بتكون معطلة عند الطفل بآلية عصبية، إضافة إلى أن النواقل العصبية المسؤولة عن الانتباه كمان أيضا بتكون كمان معطلة، فبحاجة لتعويض دوائي. واحدة من الفرضيات اللي ذكرتية أنه الشخص يلي يعني او الام اللي بيكون صار عندها مشاكل عند الولاده مثلا انتان معين اثناء الحمل، انتان اثناء الولاده، اختلاطات اثناء الولاده، المجيء المتعسر يعني او صعوبه بولاده الطفل، ممكن تكون عوامل خطوره ولها دواعي. فممكن انه فعلا العوامل يعني الخارجيه المرتبطه بالولاده وما قبل الولاده يكون لها تاثير فيما بعد على اصابه هذا الطفل بفرط النشاط ونقص الانتباه. كنا عم نحكي بالمقدمه وسالته رشا انه ممكن الشخص يعني او الطفل يتحول، يعني اللي عنده اضطراب فرط نشاط مع تقدم السنين ممكن يتغير بشخصيته؟ ما حتى لو فرضنا نحن انه الطفل شخص باضطراب كاضطراب ما كانت مظاهر فرط نشاط عابره، فهو حتى اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه بنسبه كبيره ب 60 ل 70% من حالاته اذا ما عولج فهو بتتراجع اعراض فرط النشاط مع البلوغ. فشلون اذا كانت السمات مالها مرضيه اساسا؟ يعني بحال كانت السمات مرضيه وتم تثبيتها بتشخيص ممكن ياخذ نعتبر انه فتره حتى تماما هي نوع من الاضطرابات اللي صايره بنسميه يعني انذارها جيد، يعني مع مرور الزمن اعراض فرط النشاط بتتراجع. هلا للاسف اعراض نقص الانتباه هي اللي ممكن تستمر اذا كانوا مترافقين، يعني مثل ما قلنا اذا كان نمط فرط النشاط ممكن يتراجع، نقص الانتباه هو اللي ممكن يستمر. دكتور خليني اسالك بالضبط عن فرط او يعني قله الانتباه. بنشوف بعض الاطفال بنحكيهم ما بيردوا، بيطنشوا يعني بنادي لهم باسمهم جيب لي هذا الغرض ما بيردوا. على فكره هن ما بدهم يردوا، هيدا اللي عم اساله انه ايمتى بيكونوا نحن بنعرف انه عندهم نقص انتباه وايمتى هو تطنيش من الطفل؟ تماما، نقص الانتباه هي وظيفه محدده. هلا دائما بالنسبه للاطفال استخلاص الاعراض كثير دقيق، لانه الطفل وقت مثلا يرفض الاجابه غالبا يعني في عده خلينا نقول تشخيص تفريقيه، قد يكون خجل اجتماعي عادي، قد يكون في سياق حاله اكتئابيه مثلا،
قد يكون في سياق حالة سلوكية، قد يكون في سياق إعاقة ذهنية يعني تخلف عقلي، هو ما عم بيفهم السؤال المسؤول، فهو بيحاول ينقى بنفسه حتى ما ينحط ضمن الإحراج. هلا نقص الانتباه انت مركز عليه، وتكون كل الوظائف الثانيه سليمه، يعني قدرته على النطق سليم، تتطور وظائفه الثانيه سليمه، قدرته على التفاعل والتجاوب، نحن شايفينه بغير مواقف وعم بيقدر يتفاعل ويتجاوب، تمام، قدرته على الاستجابه، كل الوظائف الثانيه الاكاديميه، قدرته على التحصيل الدراسي، قدرته على فهم السؤال، قدرته على التفاعل مع الاقران، كلها سليمه، تمام، إضافة إلى أنه بنقص الانتباه هو بيبدأ بالإجابة عن السؤال، ولكن هو بتعسر بالطريق أو ممكن يترك نتيجة تشتت منبهات الخارجية. فنحن إذا ما جاوب هو لا يعتبر نقص انتباه، لا، لأنه هو بيتلقى ولكن ما بيقدر يستمر. إضافة إذا مثل ما قلت لك لابد من تقييم الأمور الأخرى لنفي التشخيص التفريقية الأخرى. طيب دكتور، بالوقت المتبقي معنا نحن خطوات سريعة، نحن وقتنا خلص، بس خطوات سريعة اليوم هيك، نحن شو أهم خطوات العلاج عند هدول الأشخاص؟ طبعا الخط الأول هو يعني بما أن الفرضية البيولوجية هي الأساس، فالخط الأول هو دوائي بالدرجة الأولى. في بعض البرامج السلوكية بعد السير بالعلاج الدوائي لفترة، لأنه مثل ما ذكرنا هي آلية بيولوجية الطفل ما بيتحكم فيها، يعني حتى لو حاولنا نقمعه أو حاولنا نسايره أو حاولنا أنه نلاطفه أو نلجأ لأسلوب معين لتخفيف السلوكيات لا تخفف، بحاجة لتعويض دوائي بالدرجة الأولى. هلأ في برامج بالخط الثاني بعد ما يمشي العلاج لفترة معينة، في برامج تدخلات سلوكية اسمها التعزيز، يعني بنقصد أنه إذا عملت بيصير الطفل قادر أنه يضبط حاله شوي، فنحن ربما نكملها ببرنامج سلوكي بحيث أنه الطفل مثلا إذا ضبط حاله لفترة معينة أو مثلا عمل الشيء اللي بدنا إياه أو مثلا ما قام بهذا الفعل، صحيح، ممكن يصير في نوع من المكافأة، هذا بيسموه تعزيز السلوك الإيجابي. إضافة لطبعاً لخطوات سلوكية يعني أوسع وأعقد من هيك قد ما يعني كثير مهم اليوم التشاركية بين الطب النفسي الاجتماعي والأهل، أكيد لنحن نقدر نتجاوز هذا الطفل لبر الأمان. شكراً كثير دكتور لحضورك اليوم ولكل المعلومات الحلوة اللي قدمتها، وإن شاء الله هيك الصحة والسلامة لأطفالنا. شكراً كثير لكم، دكتور أنس الدالي اختصاص بالأمراض النفسية، شكراً لوجودك معنا لليوم. شكراً كثير لكم.